طبعا تعرف ان في واحد مصري النهارده كان في مصر وظروفه صعبه وراح الكويت ده هيلعب وهينفس على بنتكلم الكابتن قيسوني بيدي كورس تحت الدقاش. فالنهارده رامي عمل الكابتن بودي ده هو اثبات ان احنا نقدر نعمل ده عم هاني يعني احنا نقدر ناخد التور رجاله مصر لاند احنا نقدر نكسب اولمبيا الكبير ده نقدر والله. مدرب منتخب مصر محمد مكاوي حبيب اخي محمد مكاوي كان اقل من امبابي عم تايسون الورشاجية كلها زيكو ست مرات كابتن شيكو كسب ليها وكان الفرق بينهم ايه كمال جلال كباتن مصر كلها وعندنا دلوقتي كل العلم ده بقى ده بقى ده بقى اسطوره سامح هل احنا دلوقتي الخبايز كده واقف اللي يقدر ياخد اللعيبه للمراحل دي نرجع تاني للكورس الجامد انت شايف البودي بيلدينج في الفتره اللي فاتت حد عايز تاني ده ما باشا كل شغل عشان البيت